معنى العطاء بلا حدود. قسم الإسعاف في مشفى تشرين الجامعي باللاذقية تقديم للخدمات الطبية والإسعافية على مدار الساعة خلال عطلة الأعياد. طبعا نحن في أيام عطلة، كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله السنة الجديدة كلها سنة خير وأمال وتفاؤل. نحن في المشفى طبعا العمل طبي مستمر، خاصة بقسم الإسعاف. قسم الإسعاف يعمل بكامل طاقته، بالإضافة إلى في عنا قسم غسيل كلي كمان يعمل، عنا قسم الأورام إن كان معالجة كيماوية ولا معالجة شعاعية ولا معالجة بالنظائر المشعة كمان تعمل أثناء العطلة، بالإضافة إلى العمليات تعمل الإسعافية خاصة العمليات غير قابلة للتأجيل، بالإضافة إلى عمليات مهددة للحياة. نحن هون بالإسعاف مشفى تشرين بنشتغل على مدار ال 24 ساعة. عندنا ثلاث أقسام للأطفال، للجراحة. الجراحة عندنا الجراحة الإسعافية، عندنا الجراحة العظمية، عندنا الجراحة اللوعية. ضمن الجراحة هي الإسعافات الجراحية. بالنسبة عندنا الإسعافات كمان الإسعافات الداخلية تتضمن بالاختصاصات مختلفة. عندنا إسعافات الأطفال. إذا عندنا اختصاص نحن جراحة، وعندنا الإسعافات الداخلية، وعندنا إسعافات الأطفال. بيجينا تقريبا مراجعين حوالي 600 ل 700 مراجع بالإسعافات عامة، إضافة للإسعافات اللي بيجي للنسائية والعينية والإسعافات الثانية اللي هي بالأقسام، حوالي تقريبا 1000 مراجع يوميا. نحن هون على مدار ال 24 ساعة طبعا الإسعاف شغال، مجهز بكل الأدوات المطلوبة للإنعاش والحالات الحرجة اللي بتجي خلال ال 24 ساعة، أجهزة التخطيط، الصوادم، بكادر مجهز. ضمن الموارد المتاحة عم نقدر نتابع ونقدم الخدمات الأفضل ضمن الموارد المتاحة. كوادر طبية وتمريضية من مختلف الاختصاصات مع أقسام الأشعة والمخابر تشكل قيمة مضافة للخدمات التي يقدمها المشفى. نحن جاهزين على مدار ال 24 ساعة لحتى نحن ندبر معظم الحالات الإسعافية، وأكثر شيء هلأ خلال فصل الشتاء عم يجينا نوب تشنج قصبي وعم ندبره، وعم يطلعوا الأطفال بحالة عامة جيدة ومقبولة. قبل كل شيء لازم نقول كل عام وانتم بخير. نحن بجاهزية كاملة، عم نحاول قدر استطاعتنا تلبية أي حالة إسعافية بأقصى جهود. مثل ما انك شايفة مثل خلية النحل، ما حدا قاعد. يعني جبت لابني والله عم يشكي من حرارة، واليوم أول يوم بيصير عنده استفراغ. جبت قبل بمرة بنتي استفادت الحمد لله فورا، فلأ جبت ابني كرمال إن شاء الله يمشي الوضع إن شاء الله. الله يسلمك. لا إن شاء الله الحمد لله الخدمة تمام التمام. جاهزية واستعداد لاستقبال كل الحالات المرضية والإسعافية والجراحية، ليكون مشفى تشرين الجامعي أحد الصروح الطبية الهامة على مستوى سوريا.